عندك مشاكل، عندك ذنوب، عندك هم، عندك ضيقة في قلبك، اليوم بنعطيك حل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك مشاكل، عندك ذنوب، عندك هم، عندك ضيقة في قلبك، أنا أوصيك بالسجود. شباب، سمعت قبل أسبوعين حديث أو قرأت حديث، والله العظيم هذا الحديث أثر في قلبي. هذه أفضل حالة يحبك الله عليها، يوم تكون إيش؟ يوم تكون ساجد. طيب إحنا نسجد؟ صح نسجد، بس كيف سجودنا؟ سؤال، أطول سجدة في حياتك كم كانت مدتها؟ أطول سجدة في حياتك كم كانت مدتها؟ 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، دقيقة؟ ما سجدت، باقي ما سجدت. أسجد، طول كذا واستشعر إن الله يحبك وانت ساجد. مو بس كذا، أسجد واستشعر إن الله قريب منك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ ساجد. والله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل. هذا أحسن وقت. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا الحل. احنا دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي، اليوم بنعطيك حل. تعال، متخرج من الثانوي وما حصلت وظيفة، الحل موجود، السجود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مهموم هذا الحل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ذنوب، سجود. ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة. درجة فين؟ فين؟ في الجنة. تعرف إيش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة. فيك ضيق؟ يجيك ضيق؟ سؤال، تجيك ضيقة؟ تجيك نفسية؟ تتضايق كذا بعض الأحيان، تحس نفسك طفشان زهقان متضايق؟ والله الحل في السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. علاج الضيق هذا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.